كنشوفوا فيه واحد الفصل اللي كيتحدث على غادي نقراه لك بالحرف، اللي كيتحدث على النظام الاساسي يسري على موظفي وزاره التربيه الوطنيه والاطر النظاميه للاكاديميات. هذيك الواو فهموا المغزى ديالها الاساتذه، وهي اللي كانت سبب حرف، هو اللي كان سبب ديال الخروج ديال الاساتذه للشارع. علاش؟ لان غادي نرجعوا للوعد اللي تعطاهم ديال ديال الترسيم ديال الادماج. فاش لقاو ذاك الواو العطف فهموا بانهم خارج الوعد. ثم حتى في قانون الماليه اللي جا اليوم، السيده الوزيره حضرت على 50,000 منصب شغل، والواقع انها 30,000 منصب شغل، الى زدنا لها 20,000 ديال اللي غادي تمشي لهادشي ديال التعاقد. اذا هادشي كيثبت، يعني كيبين بان هاد الوعد هو ثابت وقائم. مزيان. نهار الجمعه الوزاره ايضا طلقات المباراه ديال الاساتذه ديال الاكاديميات، الاطر ديال الاكاديميات، وطبعا بالصيغه باش خرج كيزيد كيبين بانه فعلا الخيار لا رجعه فيه ديال التعاقد وقائم كما هو. ما كاينش يعني في القانون الماليه الجديد اللي قدمته الحكومه، وهذا كان مطلب ديالهم، انهم بغاو يشوفوا ارقام ماليه. صحيح. وكان وعد وكان مطلب، وصلنا لهذا الشيء. لا حتى على مستوى التحفيز واختيار